تحركات مكثفة يقوم بها المجتمع الدولي ورهان كبير تخوضه الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وإعادة مسار المشاورات السياسية. هكذا يبدو المشهد التحضيري للمشاورات اليمنية المزمع انعقادها في السويد. المبعوث الأممي مارتن جريفيث وفي جديد تحركاته وصل إلى صنعاء للقاء وفد ميليشيا الحوثي في زيارة هي الثالثة من نوعها إلى العاصمة للتحضير لعقد المشاورات الجديدة قبل نهاية العام الجاري. بعد أن حصل المبعوث الأممي على موافقة الحكومة الشرعية بالمشاركة، يسعى الآن في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين لإعداد خارطة طريق المفاوضات وإعطائهم تطمينات بشأن مشاركتهم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف موحد إزاء الصراع في اليمن والعمل على إنهائه، مؤكدا على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوغريك أن مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن يعود إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وفي حين تسعى الأمم المتحدة لإعادة المسار السياسي، يقول مراقبون إن الخطورة تكمن في الرهان على الحوثيين للبدء بالتنازل، خصوصا وأن الحوثيين لم يغيروا شيئا من خطابهم وممارساتهم طيلة الفترة السابقة، ولا يزال القتل والترهيب والاعتقال والانتهاكات سلاحهم الأكثر حضورا في مناطق سيطرتهم ومناطق المواجهات. تحضيرات لمشاورات السويد ورغبة أممية في تسوية العديد من الملفات تبدأ بالاتفاق على إيقاف الأعمال القتالية وتبادل الأسرى ودفع الرواتب، وتنتهي بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وبين كل هذه الرغبات لا يزال مسار الحل السياسي والمشاورات بنظر مراقبين غير واضح الأفق، وذلك قياسا بالمعوقات الكثيرة التي تنتاب المشهد وتجارب فشل المشاورات السابقة.